الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. صدق الله العظيم. قامت عناصر من كتيبة درع سود السنة التابعة للجيش الحر في القطاع الجنوبي بعد جهد أمني كبير بأسر 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي العاملين بسجن درع المركزي منطقة غرز، واسمائهم التالية: الملازم أول الطبيب محمد العبود من مرتبات قسم الطبي في فرع سجن درع المدني. ملازم أول الدكتور محمد باسل مجكش طبيب القسم الطبي في سجن درع. ملازم أول وليد شمس الدين ضابط بالفرع. المساعد الأول مصطفى ياسين القادري من مرتب فرع سجن درع. وبعد الحمد لله يا رب العالمين، سيتم التعامل مع الأسرى وفق أحكام الشريعة الإسلامية. والله أكبر ولله الحمد. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر.